بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الله السكري، والنهارده هنكمل مع بعض الجزء الخاص بالانفورميشن جاذرنج. طبعا المره اللي فاتت احنا اخدنا الاس ال سكان او ادوات الاس ال اناليسز. عندنا اداه اسمها اي ماس، طبعا مش هتكلم عنها لان مش هتفيدنا قوي في معظم استخداماتنا العاديه، وحتى لو انت بتروشن تستر مش هتستخدمها قوي. برضو الاي سكان، ودي بنستخدمها في الانترنال كي اكسشينج، ودي برضو مظنش هنستخدمها قوي، بس ممكن تعمل سيرش عليهم. اكتر اداه ممكن نستخدمها كباك باونتي، كانفورميشن جاذرنج، كشغل عملي بالنسبه لنا هي الديمي تراي. فلو فتحت الديمي تراي هنلاقي عندنا بالشكل الجميل ده حاجات كتير جدا ممكن نستخدمها، ولكن هنستخدم السب دومين، نعمل بوسيبل سب دومينز لتارجت معين. فانا هكتب هنا ديمي تراي، وهقول له السب دومين ل ياهو دوت كوم. خلاص، فعلى طول راح مطلع لك الاي بي ادرس بالسب دومينز. جميل جدا يعني. خلاص، طيب ممكن استخدم ايه تاني؟ ممكن اعمل هو از لوك اب على هوست معين. فانا اقول له والله داش اس، خلي دي داش اي، على طول راح مطلع لك معلومات عن الايه، عن الدومين بتاعك. فطبعا كاداه الاداه كويسه جدا جدا، وممكن نستخدمها بسهوله. حتى التي سي بي بورت سكان اون هوست، يعني عايز اعمل تي سي بي بورت سكان هعملها. فانا باجي هنا مثلا على التي سي بي بورت سكان واقول له بي، واقول له مثلا لو سمحت احط كوره دوت كوم. خلاص، فهيقول لك والله البورت والستيت. فبتصبر بقى لغايه ما هو يعمل سكاننج او بورت سكان على كوره دوت كوم. فهو بيديك اكتر من ايه؟ بيديك اكتر من حاجه او اكتر من ميزه، وفي عندك اوبشنز كتير ممكن انت تستخدمها، مفيش اي مشاكل خالص. في عندنا ايه تاني مع الديمي تراي انفورميشن جاذرنج؟ طبعا خلاص قلنا مش هنستخدم اي سكان. عندنا مالتيجو، المالتيجو انا اتكلمت عليها الاف المرات وشرحتها كتير جدا جدا جدا، ماده خاصه بالانفورميشن جاذرنج. الان ماب طبعا هيبقى ليها لوحدها بتاع 4-5 دروس نتكلم فيها، او ممكن لها 10 دروس، لان هي اصلا عايزه ادور لوحدها. فهسيبها ان شاء الله مع الجزء الخاص بالسكاننج او البورت سكاننج. هنعمل جزء خمسين بورت سكاننج الان ماب. الريكون داش ان جي، ودي اداه رهيبه جدا برضه، هيبقى لها درس لوحدها. فان شاء الله هنخلص يعني خلال الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي الجزء بتاع انفورميشن جاذرنج، عشان نخش على الفرنابيلت اناليسز او تحليل الفرنابيلتز. ممكن ناخد مثلا الجزء بتاع النت ديسكفر، لانه مهم جدا جدا جدا. جيت انفورميشن جاذرنج وريت على النت ديسكفر، ودي هنستخدمها في حاجات كتير جدا. ايه النت ديسكفر بقى؟ النت ديسكفر بيمكنني ان انا اشوف ايه الهوستس المتاحه بجنبي، يعني ايه الهوستس اللي موجوده عندي اصلا او متاحه عندي. طيب تعالى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. هعمل كلير بس، كلير بالشكل ده كده، واقول هنا نت ديسكفر، وهقول له الانترفيس بتاعتي اللي هي ايثر، ايثر نت زيرو، واقول له انتر. طبعا قال لك لازم تستخدمها كروت، فاقول له اوكي، هقول له السودو واقول له انتر، واقول له مثلا الباسورد بتاعه. المفروض ان هو هيبدا يعد زي ما انت شايف كده، بيمشي على الاي بي ادرس بتاعك لغايه ما يوصل للرينج اللي انت عايزه، صح؟ تعالى ناخد الموضوع بشكل سلس وبسيط. انا لو جيت هنا على الماشين اللي جنبي اللي اسمها ميتسبل تابل 2، وقلت له والله هنخليها مش بريدجد، هنخليها برضو نفس النتورك اللي واخداها الكالي، فهنخليها نات، واقول له اوكي. اعرف بس الاول الكالي هنا امكانياته في النتورك ايه بالظبط، فهاجي هنا على النتورك واقول له سيتنجز، هلاقيه تقريبا واخد نات برضو، واخد كاستم اللي هو في ام نت 8. اوكي، فاجي هنا برضو اقول له والله هنخلي دي برضو كاستم، فهاجي على النتورك واقول له الكاستم وخليه على نفس الايه، النتورك اللي هي في ام نت 8، واقول له اوكي، واقول له رن الماشين بتاعتك. اسيبها ترن عادي جدا، مفيش اي مشاكل، ونستنى لغايه الماشين. المفروض ان انا اخلي الكالي يكتشف الايه، الميتسبل تابل 2، ويعرف اذا كانت هي لايف ولا مش لايف، او موجوده معايا على النتورك ولا لا.
ده بتلاقيها دايما في السي تي اف او كابتشرز فلاج او اللي هو بوت تو روت، لما تيجي تنزل مثلا ماشين من على هاكزا بوكس وعايز تعرف الاي بي ادرس بتاعها، ما كنتش عارف الاي بي ادرس بتاعها تعرفه منين، او عايز تعمل ديسكفر للهوستس الموجوده معاك على نفس النتورك، فالنت ديسكفر هيمكنك انك تعمل كده. وليكن انا هعرف الرينج بتاعي، لان اي جهاز موجود معايا على نفس الشبكه هيبقى في نفس الرينج بتاعي. انا عندي هنا 192.168.72.128، ده الايه، ده الاي بي ادرس بتاعي. حلو، يبقى انا هاجي في الحدود دي ان انا هقول له والله سودو نت ديسكفر الانترفيس بتاعتي اللي هي ايثرنت 0، ليكن مثلا هاجي على الرينج بتاعي هقول له 192.168.72.0 على 24. خلاص، يبقى المفروض ده اللي يكون ايه، ده اللي يكون الرينج بتاعي. هو اقول له ايه انتر. في عندي مشكله، انا قلت بدل او تبقى المفروض 0. اوكي انتر، زي ما انت شايف قال لك 1 و2 وقال لك 139 و4 50. طيب لو قلت له كنترول اكس، تعال نشوف كده اف كوم فيج بالشكل ده كده، هلاقي عندي 128. حلو، 128 ده اللي هو انا بنسبه كبيره جدا. ال 129 ده هو الايه، هو الهاك او اللي هو الميت سبوت تابل 2. طب عرفت ازاي؟ لو جيت هنا قلت له كوبي وقلت له مثلا ان ماب داش او، عايز اعرف اوبريتنج سيستم بتاع الاي بي ادرس ده، وقلت له سودو، المفروض اقول له ان ماب. اوكي ان ماب، نعرف بس نوع الاوبريتنج سيستم بتاعها، هنلاقيه زي ما انت شايف لينكس. اوكي، اذا انا عرفت ان انا شغال على ايه، على الميت سبوت تابل 2، وهي فعلا لينكس. ف باختصار شديد الموضوع زي ما انت شايف كده. طبعا لو جيت قلت له هنا هوست بالطريقه دي كده، طبعا هوست عشان اعرف الهوست بس مش اكتر، يعني مش هو كده كده مفيش عندي دومين واضح للميت سبوت تابل 2، بس انا كده عرفت ان فعلا ده الاي بي ادرس بتاع الميت سبوت تابل 2 اللي هو اخره 129. يبقى انا حطيت الرينج عشان اسهل على نفسي واجيب الخصوص اللي موجوده معايا على نفس النتورك. لغايه هنا اتمنى اكون درس عجبكم يا شباب، وشكرا لكم، وان شاء الله انتظرونا في دروس جديده.